الشعب يريد نظام النظام. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري. كنا أمام مؤامرة كبرى يوم 30 يونيو، وكان مدبراً ومقدراً لمصر أن تسقط في ذات المستنقع الذي سقطت فيه دول كثيرة. عندما رأينا 33 مليون مصري يخرجون في وقت واحد في كافة القرى والمدن والنجوع على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد ليحمي الدولة المصرية، وكنا أمام الجيش المصري وهو جيش وطني في تاريخه كان ينحاز للإرادة الشعبية وينحاز لحماية الدولة. تسلم الرئيس مصر بخزينة خاوية أو تكاد تكون خاوية. اليوم خزينة الدولة بها 44.5 مليار دولار. ما تم إنجازه من الاحتياط النقدي 44.5 مليار، هذا أكبر احتياطي نقدي وصلت إليه مصر من أعوام كثيرة. رئيس مصر أنجز مهمة وتمسك أن مصر لا تسقط. احنا بنطالب بالاستقرار. كل المكاتب الاستشارية والبنك الدولي والناس بيقولك لو مصر فضلت على نفس المنهج ده احنا في خلال 10 سنين هنبقى من القوى الاقتصادية العشرة اللي في العالم. ما أنجزه الرئيس يجعلنا نقول له استمر بنا، استمر بهذه الباخرة حتى نصل إلى بر السلام. تحول الرئيس من رئيس ضرورة إلى رئيس اختيار. المجتمع بيتغير، الدستور في حقيقته قانون إنما هو قانون أسمى، فكلما طرأت متغيرات في المجتمع لابد أن تكون مواكبة لتعديل دستوري. أنا برد على جميع المتشككين في التغييرات الدستورية، رجاء تفكروا قليلا وزوروا البلاد المنهارة قبل أن تتحدثوا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.